احنا بنتكلم عن حالة استثنائية في تاريخ النادي الاهلي، لاعب كبير ومؤثر وكتب اسمه بحروف من نور في سجلات النادي الاهلي. في الفقرة دي نجم من اعرق نجوم مرحلة زمنية تعتبر من اجمل مراحل النادي الاهلي على الاطلاق، نجم كبير واحد اساطير كرة القدم في النادي الاهلي. هنعرف منه ذكرياته وتاريخه وانجازاته وكمان مجموعة كبيرة من الملفات عن الاتحاد الافريقي كاف، وطبعا غيرها من الملفات. هو كابتن شطة، اللي سعداء ومتشرفين جدا بوجودنا مع حضرتك النهارده يا فندم. صباح الفل عليك. انا سعيد حقيقه، واستوديو جميل، كفايه ان انا بشوف النادي الاهلي. ازداد جمالا بوجود حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. صباح الخير كابتن شطة، ده بيتك برضو، قناه الاهلي جزء لا يتجزا اكيد من النادي. واحنا بنتكلم من حضرتك، كان المفروض تكون معانا من شهرين بس مش مشكله. حضرتك منورنا دلوقتي، ويمكن كمان التوقيت كمان مناسب جدا علشان نرجع يعني مع حضرتك بالذكريات وذكرياتك مع القمه برضو، وفي نفس الوقت نخش بقى اكتر كده ونحاول نبص اللمسات الاخيره هتكون عامله ازاي، ولو في طبعا نصايح حضرتك هتوجهها للعيبه. نبدا بالذكريات كابتن شطة. ذكريات كتير قوي، لو بدانا يعني نبدا من الطفوله بقى. لا مش الطفوله، احنا هنتكلم عن هو طبعا ذكريات حضرتك محتاجه مجموعه حلقات بس هنحاول نختزلها يعني. انا سريعا كده، انا كنت طبعا انا سوداني الاصل، طبعا مولود في السودان واهلي كلهم في السودان واخواتي، والحقيقه الوحيده اللي انا جيت مصر هنا للدراسه واني العب في النادي الاهلي. اللعب في السودان والمدرسه والجامعه ده كان فتره محدوده، وكنت حقيقه فيها متميز جدا. فبالتالي لما انتقلت للنادي الاهلي وجدت يعني الفرصه المناسبه لانه احقق طموحاتي يعني. والحمد لله الحقيقه دخلت النادي الاهلي سنه 73 في 6 اكتوبر، ودخلني الحقيقه عم عبد البقال الكشاف المعروف، واستقبلني في المطار حقيقه وجاب لي النادي الاهلي. ومن الحقيقه من الاشياء الظريفه ان هو يعني انا فضلت في المطار اخر واحد في الطياره، مش لاقي حد يستقبلني، فكان متوقع يلاقي واحد اسمر طويل سنانه بيضة وحاجه كده سوداني. فلما لقيت نفسي قاعد لوحدي بدور، ولقاني بدور سالني قال لي في حد معاكم في الطياره دي اسمه شطه؟ فطبعا انا قلت له انا شطه. قال لي انت شطه؟ فكان الحقيقه مستاء جدا انه يلاقي واحد لعيب كوره جاي يعني بهذا الحجم يعني. وخدني الحقيقه وداني كمال بيه حافظ الله يرحمه، طبعا كان وكيل النادي الاهلي في ذلك الوقت. واول مره اخش النادي حديقه الخالدين اللي هي حديقه النادي القديمه اللي هي عند صاله راتب. طبعا ده مكان يعني يعتبر من اعرق الاماكن الرياضيه في مصر كلها. ما انساش اللحظه دي طبعا. وبعد كده لعبت في النادي الاهلي، وربنا وفقني مع هيدوكوتي الذي استطاع ان يحسن مواهبي ولعبني في النادي الاهلي حقيقه. وانا حقيقه حرصت ان ابقى في النادي الاهلي طول ما انا موجود في مصر هنا، وتزوجت في مصر وقعدت في مصر هنا، والان انا مقيم في النادي الاهلي، قصدي مقيم في مصر يعني، بعتبر النادي الاهلي دي هي مصر بالنسبه لي. فدي باختصار شديد جدا رحلات يعني، لو عايز تفاصيل بقى انت اللي هتسال فيها بقى. والله يا فندم يعني هو الحقيقه حضرتك مليان تفاصيل، احنا بنتكلم على تاريخ الحقيقه مشرف جدا ده يعني. حتى لو وقفنا عند تفصيله الاسماء اللي حضرتك عاصرتها ولعبت معاها او لعبت ضدها او لعبت تحت قيادتها، فمش عارف حضرتك ذكرت من ضمن الاسماء كابتن هيدوكوتي، برضو عايزين نعرف ذكرياتك معاه ومع كابتن صالح سليم. والله هي انا طبعا اول واحد قابلته في النادي بعد كمال بيه حافظ هو الكابتن صالح سليم. لانه كابتن صالح سليم طبعا يعني بالنسبه لنا طبعا كان لاعب كوره يعني يعتبر من النجوم والاساطير، اسطوره. ونحن طبعا في السودان بنسمع على النجوم يعني يا دوب كده، ما كانش في الاعلام وما كانش في السوشيال ميديا. فيعني انا اعرف كابتن صالح سليم، ونعرف بقى انا اعرف صالح سليم من سليمان فارس. سليمان فارس ده كان لاعب في الستينات في الخمسينات سموه السد العالي. السد العالي ده اطلق على سليمان فارس لما لعب في النادي الاهلي سنه 56. كان حقيقه من 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 افضل اللاعبين السودانيين، اللي كابتن صالح سليم قال لي انه ما شافش زي هذا اللاعب. اللاعب ده عرفنا بكابتن صالح سليم في السودان لانه كان مدرب ودربنا في الانديه السودانيه يعني. فعرفت كابتن صالح سليم لما قابلته الحقيقه يعني. قال لي يا شطه، هو طبعا ما كانش يعرف انا اسمي. قال لي يا عم نعم وقتها. فقال لي انا سمعت عنك كلام كويس قوي من بعض النجوم الكبار في السودان، منهم امين زكي. هذا كان كابتن السودان سنه 70 لما السودان خد بطولة افريقيا، وكان بيلعب في النادي الاهلي مع كابتن حسن حمدي والشربيني والمجموعه دي سنه 71 72. فكلموا عني، قال له كابتن صالح اللعيب ده كويس قوي، يا ريت تخلوا بالكم منه، يا ريت تشوفوه، يا ريت تدوه فرصه. فدي اول مره قابل فيها كابتن صالح سليم. وحقيقه كلامه ليا كان كلام مهم جدا. ليا شطه، اللاعب الكويس مش محتاج لواسطه. اللاعب الكويس مش محتاج لواسطه. انت انزل الملعب واثبت وجودك، مفيش حد بيجي باسمه وبشهرته عشان يلعب. الاسماء ما بتلعبش لحد، المجهود والعطاء واللعب هو اللي هيخليك. وفعلا كانت حقيقه بالنسبه لي ان انا لما كنت شافني
ما كانش مقتنع بيها تماما. قال لا يعني انا جسمي صغير الحقيقه، جيت وسط العمالقه كان في نص الملعب محسن صالح، سمير حسن، صفوت عبد الحليم الله يرحمه طبعا، جه مختار، جمال عبد العظيم، مجموعه كانت من اللعيبه حقيقه مش عايز اتكلم، انا مش عايز انسى حد، محمد عامر، فكانت مجموعه حقيقه، محسن صالح وكابتن طاهر الشيخ جابوه من كندا لو تفتكر سنه 72 73. فلقيت نفسي بقى قال لي يا شطه عندك كميه من اللعيبه كبار جدا موجوده في النص وسط الملعب، يجب عليك انك انت يعني تبذل مجهود كبير عشان تثبت وجودك في تلك الفتره. طبعا طبعا حرب اكتوبر عطلت الدوري شويه، فكانت في زي اختبارات لينا كلنا، فحقيقه انا وفقت ان تم قيدي لما هي لقاني في التدريبات والمباريات الوديه والمجهود اللي انا كنت بعمله الحقيقه مجهود كويس قوي، ولولا دكوتي ونظرته ليا اي مدرب اخر ما كانش هيختارني، لانه اختار فيها بعض الميزات اللي طورها بعد كده ووظفها توظيف خلاني انا يعني لعبت في النادي الاهلي 8 سنوات او 9 سنوات بصفه مستمره في ظل وجود العمالقة الكبار دول. هو يمكن دلوقتي الحكم مش بحجم اللاعب، لان يعني الواقع اثبت عكس كده، يمكن مثلا في الاهلي عندنا كابتن محمد بركات برده مش طويل يعني برده الحجم، ويمكن مقارنه باللعيبه الاخرين برده يعتبر مختلف، هنتكلم على المستوى العالمي في ميسي برده مش حجم كبير، فيمكن مؤخرا ده ثبت العكس، الموضوع ملوش علاقه بال الموضوع ليه علاقه اكتر بالمهاره في الملعب. اكيد لك كلامك ده بقى لما انا بيت مدرب بقى اخترت لعيب هقول لك عليه دلوقتي هتستغربي، وائل رياض شيتوس شيتوس ده لا يمكن كان حد يختاره ويجيبه النادي الاهلي ويقنع كابتن صالح سليم بيه، دفعنا فيه 100,000 جنيه وهو بحجمه ده. انا لما اخترته قلت وائل رياض ده يمثل شطه وهو صغير، لانه نفس القصه ونفس الخفه ونفس الاداء ونفس المرونه والرشاقه والحركه. دي شهاده، خلي بالك انا بقولها لك اهو. طب صالح سليم قال لي انت جايب لي واحد اقصر منك، قلت له يا طب صالح انت قلت لي قبل كده مش بالاسم بالعطاء في الملعب، ولما شافه قال لي والله يا شطه نظرتك الحجم صغير لكن التاثير نظرتك ليه كان يعني ممتازه. ليه بيجي 8 9 سنين وائل رياض في النادي الاهلي وانا كنت مدرب وقتها على طول لقطته، يعني حتى جبته من نادي الشرطه هو يعلم تماما ذلك، وهو حقيقه من 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 اولاد البارين، انا بشكره وبحترمه جدا لانه رفع اسمه حتى على مستوى منتخب المصر. على فكره حتى في رياضات اخرى ساعات بنلاقي البلاي ميكر زي مثلا في كره السله ممكن تلاقي البلاي ميكر هو الاقصر طولا يعني بين كل اللاعبين، ولكن تاثيره كما هو الحال في حاله حضرتك يعني تاثير كبير. والعطاء انت في الملعب بتادي قد ايه؟ عندنا قفشه برضه طبعا مش عايزين نتكلم على يعني عندنا حاجات امثله كثيره جدا الحقيقه. محمد صلاح مش طويل قوي يعني بس برضه مع الفارق، لكن انا بقول انه هي كره القدم اللي بيبذل مجهود كويس واللي بقى عنده فكر كويس واللي عنده رؤيه واللي عنده خبرات ووعي طبعا. كره القدم جزء كبير جدا منها وعي خططي ازاي بتتحرك وازاي بتسلم الكره. جميل جدا. طيب نروح بقى لدوري ابطال افريقيا لان ده يعني اليوم المنتظر، وبنتكلم ان هي قمه استثنائيه يعني ناس كتير جدا غير طبعا انه ديربي يعني، بس احنا بنتكلم قمه استثنائيه بكل المقاييس حتى الجوائز كمان بنتكلم الماديه حضرتك اكيد عارفها ملايين الدولارات، بس مش ده القصه، القصه الحصول على اللقب هو ده بيبقى الهدف الاولاني. خليني اعرف من حضرتك بدايه كده ناخد الموضوع من اوله خالص، على اي اساس بيتم اختيار الحكام من الكاف؟ انا طبعا قعدت في 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 لجنه التطوير في كره القدم بالكاف 18 سنه، منها تحكيم، تدريب، اداره، طب رياضي، كل الاجزاء دول الاربع عناصر دي هي تطوير كره القدم، ما خرجتش منها ولا الاربع عناصر دول. التحكيم ده كان الشغل الشاغل، كان اول شخص اشتغلت معاه في التحكيم المرحوم فرح قدو الصومالي اللي كان رئيس لجنه الحكام السابق وكان نائب رئيس الاتحاد الافريقي. هذا الرجل استدعاني وانا قبل ما اجي في الاتحاد الافريقي وانا في النادي الاهلي طلبني قال لي يا شطه انا عايز اعمل حاجه للحكام، ما عندناش اي ريفرنسز او اي ديفلوبمنت بروجرامز، حاجات كده نقدر نخلي الحكام يشتغلوا منها. قلت له والله انا عندي انا بشتغل في الفيديو من زمان من السبعينات وعندي خبرات كبيره جدا في كيفيه ان انا اعمل لك يعني مونتاج لبعض الحالات في التحكيم تبقى كانها دروس لهؤلاء الحكام. فعملت له شرايط في اتش اس، ما اعرفش سمعتوا عنها ولا طبعًا لا طبعًا. فيديوهات البيتا ماكس والبيتا ماكس طبعًا. هي مش فاكراها مش عارف هي مش لا ما المرحله دي واليوماتيك والبيتا كام والحاجات دي صحيح. المهم فانا كنت بشتغل بقطع بقى حاجات يدوي كده بالحاجات الزمان اللي هي الزراير اللي انت عارفها، مش عايز اتكلم على الفاينل كات ولا حاجات ادوب بريمير والحاجات دي كده هم عارفيني انا عشان انا اشتغلت في المواضيع دي.
فعملت له سرايد حقيقه، كنت بحرك اللعيب والحكم مانيوال كده بشكل معين. بدانا التدريس، بدانا نعمل حاجه اسمها بري فيوينج، يعني تعيد الحالات للحكام عشان يتعلموا منها. لما دخلت الاتحاد الافريقي بقى طلبت بقى الحاجات الحديثه والبروجرامز والابلكيشنز، وبدينا نعمل الحكام كل مباراه لازم الحكم نبعت له هذا الدي في دي عشان يشوف بقى ايه التدريبات بتاعته. بدانا الحقيقه التطوير في الحاجات دي، والتطوير بدا خد وقت كبير جدا قبل ما الحكام بداوا من دوله الفيفا اتدخلت وبدات تجيب بقى الحالات عشان الحكام يشوفوا الحالات المعينه يقيسوا عليها. ولكن التحكيم صعب جدا مهما تعلم، هتلاقي مواقف في الملعب وانت عايز تختار القرار في سنوات او في ثواني عديده وكسر من الثانيه. فالاخطاء موجوده والاخطاء هتستمر، لكن الاختيار كنا بنقعد بنتكلم. لما كان الحقيقه رئيس لجنه الحكام اللي انا حضرته بعد فرح قده الله يرحمه كان عمر سي بتاع جامبيا، وبعد كده جه طبعا بدار سين من السنغال، وبعد كده اخر واحد كان مجدي شمس الدين السوداني اللي في فترته التحكيم على الاقل كان من افضل الفترات، لانه كان بيجيب الحكم ويساله ويقول له ايه الحاجات الاخطاء اللي انت عملتها. الان الحقيقه الفتره اللي فاتت دي التحكيم تدخلت فيه بعض العناصر اللي بتاثر في مين يحكم ايه ومين ما يحكمش ايه. التدخل ده ببساطه شديده جدا في اعضاء مكتب تنفيذي وفي اعضاء لجان وفي رؤساء اتحادات في الفتره الاخيره دي بياثروا على قرارات لجنه التحكيم بتغيير حكم او بالتغيير. طبعا هو يعني اجابه حضرتك على سؤال نهاوند الاخير ده الحقيقه اثارت فضولي في ان حضرتك مشكورا تعمل لنا مقارنه سريعه بين الزمن اللي حضرتك ابرز نجومه بل ايقونه من ايقوناته والجيل اللي حضرتك بتمثله وبين او المرحله اللي حضرتك بتلعب فيها وبين المرحله الحاليه، اخذا في الاعتبار بقى طبعا التقدم التكنولوجي في التصوير وفي نقل المباريات، السوشيال ميديا، اجور اللاعبين. يعني حضرتك بتشوف الوضع ده ازاي لما بتعمل مقارنات كده بعد ما بتقرا خبر من الاخبار؟ يعني احنا ظلمنا في الحياه، احنا كنا بيصورونا انا 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 بالكاد اشوف نفسي في الملعب فين انا، صور بعيده وبلاك اند وايت. يعني انا دلوقتي لما بشوف مثلا لقطه للاعيب كوره بيعمل يعني اي لعبه فنيه او كروس او حاجه كل حركه وبعدين زومز، احنا ما شفناش عينينا في لا بس احنا كمشاهدين كنا بنشوف حضرتك بتشوف الملعب سهل شعر المرحله دي كانت مميزه حضرتك جدا كمان. على الاقل انا كنت عشان شعري كتير كنت ممكن كان اي حد يلقطني، لكن التصوير وقتها كان بائس جدا طبعا والكاميرات كانت قليله فبالتالي احنا ظلمنا، مش ظلمنا يعني احنا برضو ما لقيناش الاعلام في الصخر بالمعنى الحرفي فعلا. اكيد طبعا بالتاكيد. وكمان دخلنا بقى بعد كده في موضوع انه السوشيال ميديا دلوقتي. انا امبارح واحد سالني سؤال لقيت الاجابه بتاعتي في كل انحاء العالم، واحد بعتها لي من كندا طبعاً. تاني بعتها لي من مش عارف سنغافوره. ليه؟ لانه دلوقتي بتقدر تطلع على كل حاجه بتتقال صحيح. فانا بالتالي هذا الامر طبعا خلى بقى كل واحد يعلم كل صغير وكبير عن اللاعبين. لكن اللي انا عايز اقوله انه الفتره اللي فيها التكنولوجيا عاليه جدا ما زالت الاجيال القديمه لها نكهتها ولها ادائها المتميز ولها يعني خبراتها صحيح. وفنياتها. يعني في لعيبه كتير جدا ايامنا مثلا، يعني انا مش عايز اذكر اسماء، يعني كابتن محمود الخطيب مثلا في جيله انا لحد دلوقتي فنياته لم اشهدها يعني حتى اداؤه في ذلك الوقت برغم انه يعني من السبعينات والثمانينات. لكن وغيره بقى وكابتن زيزو وكابتن طاهر الشيخ وكابتن محسن صالح مش عايز اذكر اسماء. فبالتالي انا بقول انه السوشيال ميديا او الاعلام الحالي اللي رفع من اسهم اللاعبين. وبعد كده نخش على موضوع كبير جدا سبونسر شيب الرعايه ادت اللعيبه ملايين. اللعيبه بقى سعره يفوق اداؤه وقيمته عشان التنافس من اجل الحصول على اللاعبين رفع الاسعار بشكل غير متوازي او غير متزن مما جعل الارقام الان ارقام فلكيه لا تخضع الى قيمه هذا اللاعب او اداؤه. فبالتالي انا اتمنى في الفتره القادمه دي انه يكون في تقنين او بورصه او حاجه معينه تحدد سعر كل لاعب زي ما بيحصل في انجلترا. في انجلترا دلوقتي مفيش لاعب بتاخده باعلى من سعره طالما هو موضوع له سعر معين. فالامور دي طبعا خلت برضو ايه التغالي في اللاعبين وهروب اللاعبين للفلوس في الاماكن الاكثر ودي كلها طبعا انتوا عرفتوها في الفتره الاخيره. شاهدناها في الفتره الاخيره. فهي دي نقطه مخيفه قد تدمر الكره المصريه. طب احنا معانا بقى تليفون نرجع كده بالنوستالجيا والذكريات الجميله واللعيبه الجميله. كابتن فتحي مبروك نجم الاهلي السابق معانا على التليفون. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل وصباح الفل على الكابتن شطه. انا سامعه كده وبيتكلم بطلاقه وبيتكلم
جريء الولد شابه بيتكلم بصراحه. حبيبي يا فتحي. كابتن فتحي، يعني تاريخ كبير حقيقي حضرتك مع النادي الاهلي، كان عمر حضرتك يمكن 9 سنين وقت ما انضميت للنادي لغايه يعني الفريق الاول، وذكريات عديده. خلينا كده يعني نستمع ونستمتع مع حضرتك وذكرياتك مع كمان كابتن شطه. اتفضل يا كابتن. لا وطبعا يمكن الكابتن شط حضر اجيال جميله فعلا، وكنت سامعه دلوقتي بيتكلم عن الاجيال الجميله والناس اصحاب المهارات العاليه، وكان في ناس اصحاب روح مثاليه عاليه قوي، فنياتهم مش عاليه ولكن كان ليهم اداء وليهم روح وليهم شكل في تيم النادي الاهلي في جيل السبعينات. الكابتن شط يمكن في مواقف كثيره جدا جدا، يمكن برضه اول ما حضر من السودان، لان احنا كنا اخوه، ابتدى يتعامل يعني معانا بمصداقيه، يتعامل بروح حلوه، يتعامل اندمج بسرعه. يعني عمليه اندماج داخل منظومه نادي الاهلي وداخل فريق نادي الاهلي كانت ميزه في الكابتن شطه فعلا، انه اندمج بسرعه، ابتدى دمه خفيف، روحه حلوه، ابتدى يعمل حاجات احنا في الملعب ما كناش متعودين عليها، يعني ما كناش متعودين عليها، الحاجات اللي هي بتبقى ايه فيها عنصر مفاجاه، فيها عنصر لياقه بدنيه عاليه جدا. كل هذه الامور خلتنا نحب الكابتن شطه جيل السبعينات كله. ذكرياتي مع الكابتن شطه يمكن في سفريات كتير جدا، انا يمكن كنا سافرنا مره كنا في اوغندا وكان في حرب اهليه، ويمكن كنا قعدنا حوالي 8-9 لعيبه في غرفه واحده، كنا نايمين على المراكب كده في الارض. ففكرت مع مصطفى عبده كده فكره لازم نعمل حاجه في شط بقى، يعني نشوف ايه. ما بدهاش نشوف الفتنس بتاعها لسه موجود ولا لا يعني. فبيني وبينك خلناه، قال لك انا رايح الدبليو سي، قلت له روح. طفينا الانوار كلها، هو داخل، انا كنت بيني وبينك مستقبله ورا الباب، اول ما دخل كده رحت ماسك كعب رجله، لقيت شط الفتنس اللي كان بيعمله في الملعب، لقيته طلع للسقف. وطبعا كان ضحك بقى غير متوسط من المجموعه اللي قاعدين في الاوضه الغرفه دي. وجالنا واحد ساعتها يمكن الكابتن شط يتذكر برشاش، يا جماعه ما حدش يعمل صوت لان رئيس الحرس او رئيس الجيش نايم في الاوتيل ده، فاتمنى ان انتوا تكونوا هاديين يعني. فدي من المواقف الجميله، المواقف الجميله. بايض شط يمكن كان من الناس اللي بتجيد الالتزام داخل الملعب، يعني لما كان مستر هيدوكوتر رحمه الله عليه يقول له العب رقابه لا ثقه مع فاروق جعفر، فاروق جعفر كان يا دوبك عايز يشيل التيشيرت بتاعه يرفعه، ان شطه كان فعلا من اللعيبه الموجودين في الحته دي. شطه لما كان بيجيب جول او احنا بنجيب جول بيعمل حركات اكروباتيه جميله في الملعب ما كناش برضه متعودين عليها. طبعا. كلام جميل. طب عايز اروح مع حضرتك برضو، هستغل وجودك كابتن فتحي لبرضو ذكرياتك مع الراحل محمود الجوهري، وحضرتك اشتغلت معاه مساعد فتره برضو، فخلينا نسمع منك. يعني انا اشتغلت طبعا مع الكابتن محمود الجوهري يمكن في بدايه، انا في بدايه التدريب، يعني انا عندي يمكن حوالي 15 سنه اشتغلت معاه، كان هو مدرب وانا كنت لعيب، وكان دايما في اتحاد الجيش في القبه، كنت بروح اتمرن هناك لانه هو كان طبعا عقيد في الجيش رحمه الله عليه، وكان دائما الفرقه بتتمرن هناك يعني. فكان في قمه الانضباط والالتزام وشغل الكابتن محمود الجوهري بصراحه. يعني كنت اروح الملعب احس ان احنا داخلين يعني حاجه ايه ده، خيال، حواجز وكونز وكور، تحس ان انت في منظومه جديده. فهو من صغره او من بدايته التدريبيه هو منضبط الحته دي وبيحب الشغل كويس قوي. كابتن محمود الجوهري يمكن عملت معاه كمدرب يمكن سنه 85، سنه 85 في الفريق الاول في النادي الاهلي، وتعاملت معاه ايضا في مرحله طبعا كاس العالم، وتعاملت معاه في مرحله بوركينا فاسو. فالكابتن محمود الجوهري بحقيقه انا تعلمت منه كتير جدا، تعلمت كيفيه التعامل النفسي، التعامل النفسي كده مهم جدا، والكابتن شط على ماذا؟ مع اللاعبين. مع اللاعبين يعني النهارده مفيش في مصداقيه، النهارده مش عايز يلعب فتحي هيجي قبلها بيوم، يا فتحي انت مش هتقدر الماتش ده، مش هقدر العبك، عشان العين يبقى فيه ارتياح نفسي، ما يبقاش فيه عنصر مفاجاه. الوحدات التدريبيه بتاعته كانت وحدات مقننه وليها هدف، وليها هدف. كل هذه الامور يمكن ساعدت في روح للمنتخب في الفتره اللي احنا تقولنا فيها يعني. كلام جميل. واخر بس حاجه قبل ما نختم، هتنورنا امتى في 10 الصبح في الاهلي يا كابتن فتحي؟ والله انا اني تايم انتوا عايزينه تحت امركم يعني. واحنا ممكن برضو نصور مع حضرتك على فكره في النادي، يعني ممكن ننزل ونصور في النادي ونقضي يوم كمان، ويبقى تقرير جميل. شوف حضرتك اللي يناسبك، واحنا حابين جدا يبقى جزء من النوستالجيا يعني. انا تحت امرك. ده وعد على الهواء، ده وعد على الهواء.
انا تحت امر قناه زنقوك يا كابتن فتحي زنقوك. والاسبوع الجاي انا تحت امركم. الامر لله. ده احنا نسعد ونتشرف بوجود حضرتك معانا. بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا وصباح الفل عليك. في سؤال ممكن يتسال لاي حد في الدنيا ويبقى السؤال منطقي وفي محله، فكرة ان كل لاعب حتى لو كان تاريخه طويل وعريض بتبقى دايما في مباراة معينة، مباراة بعينها نظرا لخصوصيتها او لخطورتها، فهي مباراة ما تتنسيش. بس انا حاسس ان السؤال ده في حالة حضرتك يبدو سؤال ساذج الحقيقة. ترددت ان انا قبل ما اساله لك، يعني لان حضرتك لعبت يعني مئات المباريات التي لا تنسى في تاريخ النادي عموما، بس هل ممكن نلاقي عند حضرتك اجابة على السؤال ده؟ هو عموما طبعا السؤال ده سالته كتير، فعشان كده قعدت ادور في دماغي يعني على مر الفترات اللي فاتت دي. انا عندي كان مباريات كثيره جدا مهمه. ليه؟ صحيح. انا ما كنتش بلعب انا الا في المباريات المهمه. ليه؟ كنت مكلف برقابه لاعب في نادي مميز زي كابتن فاروق جعفر في الزمالك، شحته في اسكندريه، اسماعيليه فيها امين دابو كانوا فيها الراحل احمد حازم، في مثلا الترسانة كان شاكر عفت، اسماء كثيره جدا كان مباريات مهمه، كل المباريات المهمه تلاقيني فيها. فانا حقيقه يعني ده ماتش كنت حضرتك في الاسماعيلي وقتها، ده الاسماعيلي كنت في الجول. يعني من الاجوال القليل اللي انا جبتها. ليه؟ لان انا كنت بلعب هاف ديفندر ورا خالص بعد حسن حمدي. انا على طول فكابتن حسن حمدي طبعا كابتننا ورئيس طبعا نادينا وحبيبنا. يعني المباراه الشهيره جدا الاهلي والزمالك 4-2 78 في كاس مصر. المباراه كانت حاسمه والنادي الاهلي كان خسران الدوري بهدف اعتباري، وكانت مباراة بالنسبة لنا رد اعتبار عشان نجيب الدوري اللي ضاع مننا بهدف اعتباري. مش خسرناه، خدوا الزمالك بهدف تم احتسابه والهدف ده اعتباري. يعني ايه؟ نتيجة كانت 1-0 اتعملت 2-0 نتيجة حاجة معينة في التحكيم معين يعني. فنزلنا للملعب وكنا حريصين جدا انه نحقق المكسب. المباراة بدأت دخلنا جول، وبعد كده الزمالك اتعادل، وبعد كده الزمالك جاب جونين بقى. أوبا. شوف بقى الدنيا ولعت ازاي. المدرجات ولعت. الخطيب كان كابتن محمود الخطيب كان قاعد احتياطي. اول ما كابتن محمود الخطيب وطاهر الشيخ نزلوا كابتن مصطفى عبده بقى ايه تألق بقى، عمل الاجوال. اللقطات اللي احنا شايفينها تقريبا هي المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها، اللي هي فيها طبعا الهدف الشهير اللي انا عملت بعدين اللي هو السمرسول ده والشقلباظ اللي حصل ده. طبعا. فطبعا صعوبة المباراة وتقدم الزمالك واحنا متأخرين، وبعدين خطيب مصاب كان موجود قاعد بره، وطاهر الشيخ ما كانش بيتمرن، نزلهم الاثنين هيدوكوتي بقى. لما أرى المباراة كده عايزة بقى نجم لعيب يعمل الفارق، طاهر الشيخ والخطيب نزلوا. طبعا. ده غيرت المباراة تماما، كسبنا 4-2. فدي كانت طبعا من أكثر المباريات صعوبة وأهمية للنادي الأهلي في عصرنا طبعا. في مباريات ثانية كثيرة جدا طبعا في البطولات الأفريقية، وفي مباريات ثانية في أهلي الزمالك. يعني على مر التاريخ انت عارف اهلي الزمالك طول عمرها مباريات صعبه طبعا. فيعني انا بقول دي من المباريات الحقيقه انا بعتقد ان انا كنت فيها متميز جدا انا وكابتن صبا عبد الحليم وطاهر الشيخ. زمن جميل وجيل جميل واداء اخوه مع بعض، كل الفريق اعضاء نجوم الحقيقه. هي احنا ادي برده من بتاع كابتن مصطفى عبده. هي مصطفى عبده عمل في المباراه دي يعني مباراه كانت قمه بالنسبه لكابتن مصطفى عبده المجري طبعا. طبعا. وطبعا هذه الحته اللي احنا بنتكلم عنها الفرحه وكده يعني حقيقه مباراه لها ذكريات عندنا كلنا الحقيقه. طب اول مباراه لحضرتك بقى كابتن شطه برده مع الشباب تحت قياده الفريق محمود الجوهري، كابتن محمود الجوهري، يعني احكي لنا برده عن الفتره دي. لا دي فتره مهمه. انا كابتن فتحي لما ذكر محمود الجوهري انا طبعا ما حطيتوش في، انت قلت لي على عجاله، لولا الجوهري ما كنتش لعبت انا برده في النادي الاهلي، لانه الجوهري خدني معاه في الناشئين. قالوا لي شوفوا يا عم الراجل ده احنا مش شايفين له حاجه، يعني خده معاك شويه انت، نخلي بس نركز مع المهمين يعني. الله يمسي اليوم ده. الجوهري خدني مصر الاتحاد السكندري، ما اعرفش في اسكندريه، لعبت مباراه يعني كانت من المباريات اللي انا بعتقد انها كانت بالنسبه لي ان انا عايز اثبت نفسي، فكان هناك طبعا مجهود مضاعف واداء مضاعف. فانا بقى المباراه دي لن انساها. اول ما رجع كابتن جوهري قابل هيدوكوتي قال له اخباره ايه الراجل بتاعنا ده شطه ده عمل ايه؟ قال له بص انا هقول لك حاجه، انت مدرب كويس واحنا بنحترمك، الراجل ده فيه اشياء مهمه جدا جواه لازم انت اللي تخرجها منه، بيعمل حاجات في كره القدم ما شفناهاش قبل كده. التوقع، قطع الكرات الصعبه طبعا، المراقبه، وجوده في الملعب بشكل متميز في الاماكن الحساسه، يتواجد في المكان الخطير في الوقت المناسب. قال له ايه ده انت بتقول كلام ده ولا ده يبقى لعيب عالمي بقى. قال له بقول لك ايه خده. ومن وقتها هيدوكوتي حطيني في اول مباراه لعبتها اللي هي المحرقه البحريني، كان في مباراه وديه وجبت فيها جول.
لان وقتها هيدوكويدي ده بقى ايه خرج مني حاجات انا نفسي ما كنتش اعرفها، المرونه والرشاقه، الحاجات اللي هي اللياقه البدنيه العاليه، توزيع المجهود في الملعب. احنا كنا بنشوف حضرتك حركات اكروباتيه مش مجرد بس اداء رائع فكره. ما انا بقول لك مع الجمباز ومع الخفه. احنا عايزين نعرف بقى اصل الموضوع ايه الجمباز ده، يعني ده جه ازاي، يعني اللي كان بيحصل المشاهد الجميله دي كانت فيها تدريب قبل كده ولا ايه بالظبط؟ والله انا وانا صغير في المدرسه لعبت جمباز، ولعبت بقى كان زمان عندنا بقى الحصان وعندنا المتوازي وعندنا العقله وعندنا اللي هو اللي بيسموها الجراوند جيمناستيك والحاجات دي، كنت اغاول الحاجات دي. لكن لما جيت بعد كده اتمرنت عليها يعني مع مدرب كان في السودان، لقيتها في كره القدم هتمثل حاجه اضافيه ليا. فكان كل مثلا هدف او كل تمرين اعمل السمرسولت، حتى انا مرات اجي نازل التمرين كده هيدوكوت يقول لي اياك تعمل سمرسولت لا تتعور وعندنا ماتش الزمالك، فكنت اعمل الحاجات دي. بس الجمهور حبها الجمهور. لا هي كانت حقيقة. نادرا ما بتتعمل على فكره بعد حضرتك، نادرا ما بنشوفها في الملاعب. لا دلوقتي كترت جدا جدا من الافارقه، تلاقي الافريقي لما نجيب هدف بيعمل دبل سمرسولت. احنا ما بنشوفهاش كتير. لا وكان جمال عبد الحميد يعني شويه هتضيق كده، هتضيق قوي لحد دلوقتي ما فيش مصري عملها الحقيقه، الافارقه عملوها كتير جدا عندنا. طبعا سكوندو اللي كانوا موجودين في اسماعيلي، يعني الافارقه طبعا انت عارف عندهم. لا بس الافارقه كوب، وبرده السمرسولت بتاع حضرتك لا بتاع ده. انا كان هي اول سمرسولت في كره القدم بصراحه، على حسب يعني جينيس للارقام القياسيه. لا ده احنا وصلنا لجينيس كمان. الله عليك كابتن شطه. ماشي يعني الحديث لسه اكيد ما انتهاش، ولسه عندنا اسئله كتيره جدا وذكريات عايزين نتكلم مع كابتن شطه فيها. خلينا بس نروح فاصل سريع وهنرجع نكمل. حب الجماهير واضح كابتن شطه يعني، واحنا مش هنتكلم، مش التقرير ده اللي هيثبته، لكن دي حقيقه على مدار سنوات كتيره جدا. يعني في ناس بتتحفر كده ذكرياتها واسمها مع الجماهير والاجيال اللي بعدها كمان. هرجع بس قبل ما نرجع، اسمح لي انا هذكر حضراتكم مره تانية بسؤال السوشيال ميديا اللي هنقراه مع كابتن شطه وفي حضوره. حضرتك هتتفرج على الماتش يوم الجمعه فين ومع مين؟ مهم جدا ان انت تقول لنا تتفرجوا فين ومع مين، وتقصكوا برضو ايه بالظبط، واللي عايزين تعملوا منشن للشخص ده قولوا لنا عليها. انا هرجع لحضرتك كابتن شطه، وهروح لسؤال مهم، وهو فكره هنا الوضع اللي كلنا يعني بنشهد بيه، وهي يعني تحسن اداء الفريق بشكل كبير جدا بعد قياده موسيماني، ويمكن ده كمان اللي دايما بيتحدث عنه، مش بس النقاد الرياضيين، لا ده كمان الجمهور. لو هنتكلم عن الجزئيه دي ونربطها ان شاء الله لو فزنا بالبطوله، فدي هتعد البطوله الثانيه لموسيماني. طبعا الاولى كانت سان داونز مع الزمالك عام 2016 تحديدا، ولو الزمالك هيبقى باتشيكو دي اول بطوله ليه طبعا، بس هو يعتبر ثاني برتغالي بعد مانويل جوزيه يعني. فخلينا نبدا بالشق الاولاني. هو طبعا يعني انا بعتقد ان المباراه دي طبعا مهمه جدا، و انه احنا انا بالذات يعني هي اشاهد المباراه دي فين. طبعا ده لسه انا ما قررتش، لان انا طبعا الاتحاد الافريقي بروح مع الاتحاد الافريقي للمباراه، او اروح مع النادي الاهلي للمباراه. هي الكاف لسه ما عرفناش بالظبط موضوع الجمهور هيبقى وضعه ايه، اعتقد لحد دلوقتي حتى هذه اللحظه الحقيقه النادي الاهلي طلب والاتحاد المصري طلب، والامن لسه ما ردش يكون العدد قد ايه. المفروض الاجتماع النهارده حسب معلوماتي تقريبا الساعه 2 هيتم تحديد الميعاد فيه، وكمان المسحه تمت الساعه 10 عشان الايجابي والسلبي، هتطلع الساعه 3، فنامل خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وعموما زي ما حضرتك قلتي انه المباراه طبعا مباراه مهمه جدا، وانا بعتقد انه الناس كلها مترقبها. الاتحاد الافريقي برضه حريص جدا على المباراه دي تخرج بشكل مناسب، وكمان احنا يعني كمصريين نطالب الفريقين انهم يعملوا مباراه قويه جدا بحيث انه تليق بنهائي افريقي يسمونه نادي اسماه مباراه القرن لعلمك. ده ماتش سنشري يعني، دي حاجه بالنسبه لنا ككاف يسميها كده، دي حاجه مهمه جدا، لان احنا لازم نلقي الضوء عليها بشكل افضل واللعيبه يلتزموا بيها. لكن طبعا موسيماني وجوده في النادي الاهلي الان يعتبر مفاجاه يعني رهيبه جدا. كابتن محمود الخطيب يعني فجرها فجاه. انا ما اعرفش، انا كنت من زمان عايز اقول له على بيتسو موسيماني ده، عشان انا طبعا بيتسو موسيماني ده انا حقيقه سعيد جدا انه ذكرها قدام الميديا، ان انا اللي اديته له اللايسنس اي اللي خليته يعني وصل الى بروفيشنال كلابس انه يدرب فيها. والراجل الحقيقه لما شافني قال لهم هذا هو استاذي يعني. هي قلت له يعني شكرته جدا، قلت له انت كمان يعني كنت من الطلاب المجتهدين جدا يعني وشطار يعني. من يومها بيتسو موسيماني في 2012 لما خد الاي لايسنس ودرب سان داونز، من وقتها يعني من وقتها استمر يجي 7-8 سنوات. فاختيار حقيقه انا نفسي الخطيب لما
اعلنوا انا فوجئت. كل الناس كشت، قلت له لا ده اختيار موفق جدا. اول حاجه الراجل يعني ولف يعني مرتاح نفسيا يعني، وما بيبصش على ماده ما بيبصش على حاجه. ثانيا 7 سنوات بيقود نادي واحد في ظل وجود رئيس باتريس، يعني ده فتره تعتبر كويسه لمدرب افريقي من جنوب افريقيا يدرب ناديه. فالحقيقه لحد هذه اللحظه نحن يعني سعداء جدا بادائه وخبراته، ولكن الحكم على مدرب من 7-8 مباريات ليس كافي. عايزينه ان شاء الله يوفق عشان يخلق لنا اجيال من المدربين الافارقه اللي من خلالها تيجي مصر، والمدربين المصريين يروحوا يدربوا في جنوب افريقيا وفي غانا وفي تنزانيا وفي الحتت دي. فدي حقيقه يعني اوبن دور للناس كلها، ربما البدايه حقيقه يعني. طيب انا بسؤالي اللي جاي ده هاخد حضرتك بعد اذنك وارجع بيك بالزمن للمرحله الذهبيه، وبعد كده نرجع مره ثانيه للزمن اللي احنا فيه. سمعنا وشفنا في التقرير اللي تابعناه مع حضرتك من دقايق، واحد من الجماهير واحد من محبيك قال لك ايه؟ قال لك لما بيكون الفريق مزنوق ينزلوا كابتن شطه يخلص. حضرتك كنت بتتسبب في حاله من الرعب الكتير جدا من الفرق المنافسه، مين بقى اللي كان بيخوف كابتن شطه في الزمن ده؟ مش يخوف، مين كان اللعيبه الصعب جدا تراقبه؟ مين اللعيبه اللي كانت لما تنزل بتبقى هيزيتنت متردد انك تلعب ضده؟ وبعدين انت عارف الرقابه دي مهمه جدا، لو اللي بتراقبه ده تغلب عليك في كوره او اتنين ودخلها برجليك ولا عمل لك اي حاجه هينهيك تماما طبعا مورالي يعني نفسيا وبدنيا وذهنيا. فهي طبعا انا طبعا من اقوى اللاعبين وافضلهم على مر التاريخ يعني، انا عصرته يعني فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر كان اكتر لاعب يستطيع انه يستحوذ على الكوره بدون انك انت تحاول تاخدها منه، لانه كان عنده نفس الحجم ونفس المهاره ونفس السرعه ونفس الرشاقه والمرونه، فكان قوي جدا الحقيقه. وجوده في نادي الزمالك كان هو مفتاح اللعب. هيدوكودي قال لي لو ما وقفناش فاروق جعفر ده احنا هنخسر. كان طبعا حسن شحاته في الهجوم وعطاها بصري وعلي خليل هجوم صارخ، فاروق جعفر كان على طول يمسك الكوره يعرف بسهوله جدا يقدر يوصل الثلاثه دول للمرمى، فما كنتش بخليه يستلمها في اي مكان في الملعب، وكانت مهمه في منتهى الصعوبه. وهي كابتن فاروق جعفر يعني انا بقول له يعني انت نجم من النجوم الكبار جدا حتى في الاخلاق، عمره ما ضربني او خبطني او زعق لي او شتمني يعني سبحان الله من اللعيبه هي اخلاقيا في الملعب معايا انا هي كان في منتهى الاحترام. وهي مره طلع في التلفزيون وذكرها قال لك شطه كان اي بوقعني وكان بيضربني لكن ما كانش بيأذيني. فدي طبعا حاجه توريني ان انا قد ايه ان انا كنت يعني الفير بلاي كان موجود بيننا مع بعض، وده طبعا حاجه بذكرها. برضو امين دابو حتى ليه صوره معايا هنا، امين دابو طبعا كان بيلعب في الاسماعيلي قبل ما يروح نادي اهلي جده. اكتر لعيب عنده سرعه بالكوره في اماكن ضيقه ورشاقه ومرونه عاليه امين دابو. لو استلم الكوره ما فيش بني ادم يقدر ياخدها منه، كنت حريص جدا انه انا اخدها قبل ما ياخدها، والا لو خدها يعني مشكلة. فكان ده برضو من الصعوبات اللي موجودة. طيب احنا معانا على التليفون واحد من حبايب حضرتك، واحد برضو من رموز جيل السبعينات اللي شارك بمنتهى القوة مع النادي الأهلي وليه بصمات وأيادي بيضاء كتيرة محليا وإفريقيا كمان. معانا على التليفون كابتن محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق. كابتن محمد صباح الفل على حضرتك. احنا مش هنسألك، احنا هنسيب حضرتك تصبح على كابتن شطة وتتجاذبوا أطراف حديث الذكريات. صباح الفل عليك. هو شطه متعني يعني. الاول صباح الخير عليك يا استاذ كريم. صباح الفل يا فندم. منال وكده وشطه متعني النهارده وامبارح، لان انا شفته امبارح كنا مع بعض في النادي الاهلي الجمعيه العموميه، والنهارده كلمني في التليفون، فانا سعيد جدا ان هو كلمني. وكنت هتكلم على شطه، فانا يعني فنيا كلنا شفناه وحضرتك شفته وكل طبعا. الناس شافته بالشكل اللي يليق فعلا بلعيب جاي من السودان، فعلا اثبت وجوده في مصر ولغايه النهارده بيثبت وجوده لغايه يعني مدير فني الاتحاد الافريقي، وحاجه حاجه حاجه تشرف يعني، حاجه جميله جدا. شطه في الملعب كان لا غنى عنه، اكبر هيدكوتي، اكبر الـ كل مدرب جه النادي الاهلي انه شطه يبقى ستاندنج في النادي الاهلي في اللعيبه، بيلعب كل الماتشات يعني اكاد يكون مثلا بيلعب بيعمل العلامه الكامله في كل سنه. ممكن مثلا يفوتوا ماتش عشان كان عيان، كان يعني عنده شويه سخونيه، لكن طول ما هو شخص سليم وهو في الملعب
وبيجبر المدرب انه يكون في الملعب، لانه وجوده في الملعب كان مهم جدا ومؤثر جدا، وكان له دور يعني يفوقنا كلنا كلنا. طب ده بالنسبه للملعب يا كابتن محمد. بره الملعب بقى انا عايز اقول بقى بره الملعب، انا يعني هقول كلمه هتعبر عن كل اللي عند شطه. شطه ده انسان، شوف بمعنى الكلمه انسان، بيدور على زمايله، بيدور على اخواته، بيدور على الناس اللي حواليه، الزميل اللي ما بيشتغلش بعلاقاته يشغله، بيدور على 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 الناس اللي حواليه، خير جدا بشكل لا تتخيل. وانا هقول لحضرتك على موقف في الملعب ياكد لك كلامي دوت، ان هو فعلا بيحب زمايله، وكان حزين جدا عليا في الوقت لغايه لما انا اتعادلت في ماتش اهلي وزمالك، جبت جول في نفسي وانا اللي حطيت جول التعادل، يعني الماتش طلع 1-1 واللي جاب الجولين محمد عادل. مش جاب الجولين دي حاجه ما بتحصلش غير نادرا كابتن محمد صباح الفل عليك الاول. الكره الاولانيه اللي انا جبتها في نفسي، مجدي شلبي فات من شطه وعملها بالعرض، انا كنت مان تو مان مع سعيد الجداي، رحت قبليه عشان احط الكره في الكورنر، حطيتها في الزاويه ده في دخل الجول بنفسه في اكرامي. اكرامي طبعا قاعد يلطم على وشي، قال له حسيت كتير اقول يا عامر. فطبعا انا كنت الدنيا سودت قدامي، لما بعد الاربع دقائق انا كنت بجري في كل حته في الملعب عشان انا عاوز انا اللي اجيب الجول. طبعا اللحظه بقى اللي شطه بان فيها انه فرح اكتر مني، ان انا لما جبت الجول يعني كان في حاله هستيريه، انه يعني عامل الشقلباص بتاعه دوت. وانا شفت طبعا، انا شفت الجول طبعا بعد كده في التلفزيون، بصيت لقيت شطه فرحان اكتر مني انا. فدي يعني بتدل على ان في يعني حاجه طيبه كانت معانا، وان شاء الله تبقى معانا وربنا يديله طول العمر ويكرمه كده، لان شطه دوت صاحب واخ وصديق وكل حاجه حلوه في الدنيا. يا محمد. ايوه يا شطه. فاكر لما كنت بتقعد بتيجي تقعد معايا في العجوزه هنا عشان ناكل السبانخ ولا بسترمه مع بعض؟ ايوه. بص يا استاذ كريم، احنا الجيل بتاعنا كان كل واحد مسؤول عن النادي الاهلي، يعني كل واحد كان شايل مسؤوليه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي على دماغه. احنا كنا لما يبقى في ماتش الزمالك كنا لوحدنا، كنا نروح شقه شطه نعمل معسكر فيها انا وهو والخطيب ومختار وحمدي جمعه وجمال عبد الحميد قبل ما يروح الزمالك، كنا بنعمل معسكر اسبوع، مش النهارده هم بيعملوا معسكر قبل الماتش ب 24 ساعه. واحنا بنتكلم مع حضرتك شايفين الجول اللي كنت بتتكلم عليه. الجولين بقى شوية. الجولين صحيح. الجولين اللي حضرتك اتكلمت عليهم من شويه شايفينهم. بص يا استاذ كريم على شطه. طبعا اهو الجول بتاعك يا محمد اهو. كابتن محمد حضرتك معانا؟ احنا فقدنا ولا ايه؟ اتفضل المكالمه. مش مشكله، كنا عايزين نروح لذكريات اوضه اللبس برضو، والاستعدادات ازاي كانت لقبل اي مباراه هامه، بس نحاول نرجع مره ثانيه. على كل حال بس فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. حديثنا مستمر مع كابتن شطه نجم الاهلي السابق، وكان معانا كابتن محمد عامر نجم الاهلي على التليفون، نجم الاهلي السابق على التليفون. كابتن محمد حضرتك سمعنا؟ ايوه. صباح الخير مرة تانية مع حضرتك نهاوند وكريم، وكنا بنتكلم مع حضرتك بس في سؤال كده قبل ما التليفون كان فصل. عايزين نرجع لذكريات أوضة اللبس بقى، أوضة اللبس دي اللي بيحصل فيها كل الأحداث والكواليس، فنرجع للذكريات والاستعدادات تحديدا لأي مباراة أو بطولة بتكون هامة، إزاي بتكون كابتن محمد؟ تفضل. وطبعا أوضة اللبس كان معانا الله يرحمه فاروق، وكان معانا حارس دوت من هو موجود لغايه دلوقتي. ايوه عم حارس طبعا. كان بيوضب لنا اللبس ونخش نلاقي لا مؤاخذه الجزم موجوده، التيشيرتات موجوده ومكويه. احنا كنا بنخش ما تسمعي دبه النمله، لان احنا كنا اي ماتش سواء قوي او في فرقه ضعيفه
احنا مش مخيرين ان احنا نبقى ثاني ولا ثالث. هو اتجاه واحد بس هو بزرط. الاول بزرط. طبعا ثلاثه بونت بتوع المنيا زي الثلاثه بونت بتوع الزمالك زي بتاع الثلاثه بونت بتوع الاسماعيلي. تشوفينا واحنا راكبين الاتوبيس من طالعين من 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 نادي الجزيره لاستاد القاهره، بنفوت على الحسين وبنفوت في وسط البلد، ما حدش بينطق، ما حدش بيقول بم، لغايه لما نروح للاستاد واحنا بنقرا فاتحه مع بعض كنا نقول ايه لبعض، مش ان احنا هنكسب النهارده يا جماعه عشان هناخد لنا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا الكلام ده كله، الكلام ده ما كانش في قاموسنا خالص. كنا بنشاور على الجمهور يا جماعه عايزين نفرح الناس دي لازم تروح فرحانه. عشان كده انا كنت بقول لحضرتك احنا اي واحد فينا كان مسؤول فعلا عن النادي الاهلي، وحته مسؤول دي حط تحتها 100 خط طبعا. يعني شوفي بقى لما تكون واحد مسؤول عن بيت واسره، ده مسؤول عن نادي وعن جمهور يعني، والنادي الاهلي بقى النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا. صحيح. فطبعا احنا كنا جيل لا انا مش بشكر فيه، لا يعوض. صحيح. لا دي حقيقه. صحيح. كابتن محمد على كل حال بنشكرك جدا على المداخله الجميله، وهننتظر حضرتك باذن الله ضيف عزيز في 10 الصبح في الاهلي. كابتن محمد عامر شكرا لحضرتك. طيب نرجع بقى لكابتن شطه، وطبعا احنا مهمتنا تكاد تكون مستحيله الحقيقه ان احنا نحاول نختصر مع حضرتك تاريخك الطويل والعريض، فمش عارفين نعمل ايه مع حضرتك. 47 سنه ما شاء الله عليك، بس ال 47 سنه كلهم عطاء وكلهم تالق وكلهم نجوميه. تاني عايز ارجع برضو للنقطه بتاعه اختلاف الازمنه، هل حضرتك كنت تفضل لو كنت تالقك ده لو كان في المرحله الحاليه اللي احنا فيها بعد التطور اللي شهدته صناعه كره القدم؟ والله السؤال صعب يا اخي، لان دلوقتي مرتبط بالماده وده كان مرتبط بالانتماء. الانتماء كان بالنسبه لنا اهم من الماده. يعني انا اشكر كويس قوي الكابتن محمود الخطيب، جاله عقد بره وفريق مرتجي الله يرحمه رئيس النادي الاهلي رفض، والخطيب نفسه قال لك لا انا مش هسيب النادي الاهلي. شوف قد ايه الكلام ده في السبعينات او اوائل الثمانينات. احنا كنا الحقيقه الانتماء بالنسبه لنا والحب وحب النادي ويعني اضحي من اجل النادي دي كانت حياة سمه من السمات اللي موجوده في الاجيال السابقه، خصوصا يعني من جيلنا عموما بنتكلم وقبلينا يعني. وبعد كده الامور بتطور والاحتراف دخل في التسعينات، يعني مش عايز اقول اتلف او بوظ الكره المصريه، لكن خلق نوع من التباعد بين الحب بالنادي والانتماء والماده. وده طبعا شيء يعني انا بعتقد انه طبيعي، لكن عشان كده الأزمنة السابقة أنا أتمنى إن أنا ما أكونش في الزمن ده، أكون في الزمن السابق عشان أقدر برضو حبي وانتمائي. يعني أنا هتفق مع حضرتك سريعا جدا عشان عايزين نقرأ بس آراء الجمهور، بس هتفق مع حضرتك في جزئية اللي طبعا الاحتراف يمكن دلوقتي دخل بشكل أكبر عن زمان بشكل كبير، ولكن هيبقى النادي الأهلي برضو اللعيبة فيه عندهم هذا الولاء، ولو اختلف واحد أو اثنين مازال الكثير بيجي له عروض لحد دلوقتي من اللعيبة الحاليين، وإحنا عارفين إن هم رفضوا العروض الأخرى، فيعني لسه الروح دي موجودة وهتستمر هذه الروح. تستمر طبعا يعني ده اللي أنا أؤمن به. الأهلي فوق الجميع الحقيقة. دي لازم شعارنا حقيقة. نروح بقى للسوشيال ميديا، وكنا بنقول لحضراتكم هتشوفوا الماتش يوم الجمعة فين ومع مين. خلينا نقرأ كده سريعا مع حضرتك ونشوف إيه الدنيا إيه. يعني مثلا خلينا نبدأ بعبد الحميد متولي بيقول صباح الفل والياسمين على أحلى قناة، أعظم نادي في الكون، أنا بحب أشاهد مباريات الأهلي دايما في النادي وسط أهلي جماهير الأهلي، حاجة جميلة جدا. فارس حسني البوهي على عكسه تماما، واضح إن هو يعني إيه بيحب يبقى مركز فهيتفرج على المباراة في البيت. حسن الديب لوحدي، ناس كتير بتحب تتفرج لوحدها كابتن شط عشان يندمج ويركز، محدش يشتته ويتعصب براحته. محمود حسين في الشغل مع الزباين اللي هتيجي. طيب واضح ان ده كفيه بقى او حاجه. محمود جمعه بيقول هيتفرج في البيت مع اهله، واسلام ابراهيم هيكون وقتها يعني واضح ان هو بيأدي الخدمه العسكريه، ربنا معاه ان شاء الله. طيب في محمود سماحه بيقول غالبا على قهوه معينه يعني هو قايل اسمها، ومحمد وجيه السعودية وربنا يستر. طيب هيستر هيستر ان شاء الله. احمد السيد بيقول الماتش ما يحلاش غير مع حبيب قلبي عادل اخويا عادل السيد، هنتفرج عليه مع بعض وان شاء الله البطولة هتكون اهلاوية.
احمد سعيد مع خطيبتي. ايوه كده، ايوه كده، حلو ده. دي رساله رومانسيه جدا. واحمد مصطفى مع والدي الزملكاوي. تمام. أوكي. في بقى محمد محمود فاضل بيقول ايه بقى؟ دي بقى الرساله الرومانسيه اللي بحكي لك عليها. هيتفرج مع الحب ملكه الروح الرياضيه وربنا يستر، وعمل منشن لزوجته دعاء، ودعاء ردت بتقول اكيد ربنا هيستر ان شاء الله. بالنسبه لي اي فريق هياخده فريق مصري، وعارفه ان فوز الاهلي بيفرحك، واتمنى لك تفرح من كل قلبي لاني بحبك اكتر من اي حد. دي يعني رساله ان دلت على شيء تدل على يعني مصر اولا ولا للتعصب ولا المبادره اللي احنا كنا بنشهدها يعني، واللي كانت كمان موجوده من سنوات سابقه. طبعا ما فيش بيت مصري ما فيهوش يعني مشجعين متنوعين، مش بس اهلي وزمالك يعني. احنا اول وفي الاخر دي رياضه، اكيد انت بيبقى عندك يعني اكيد انتماء للنادي اللي انت بتشجعه، بس في الاخر لازم نتذكر ان دي برضو رياضه. وبرضو هقول كل التوفيق للاهلي باذن الله. وحضرتك بالمناسبه بقى انت شخصيا يا كابتن شطه هتتفرج على الماتش؟ هو لسه ما حددتش كابتن شطه. لسه ما حددتش. انا بيتي كله اهلاوي طبعا، بس بفكر احب اجي في النادي هنا وسط الجماهير والشاشه الكبيره. الله. عشان لو في احتفال واحد يكون سعيد بيه، لانه انا ما بروحش الاستاد الفتره الحياه السابقه، لانه أنا أحب أتفرج على المباراة من خلال برضو الشاشات وكده، إلا إذا كانت حاجات مهمة فيها يعني الاتحاد الأفريقي أروح فيها يكون ليها فيها عمل. لكن أنا بعتقد إنه الشاشة الكبيرة في النادي الأهلي دي أصبحت يعني من أهم الأماكن اللي بشاهد فيها مباريات النادي الأهلي. أكيد. في بقى نادر ابن الأهلي، نتمنى يكون في جمهور في الاستاد. إحنا لسه كنا بنقول لحضراتكم لسه الموضوع لم يحسم بالظبط يعني، لكن هيتفرج في البيت ومع العائلة عشان نفرح كلنا بفوز الأهلي إن شاء الله. ده هيكون يوم مش عادي، يوم للتاريخ. لكن إذا فاز الأهلي بإذن الله اليومين دول مش بنعرف ننام من التوتر. شوف التوتر بقى يعني سابق للماتش بكتير يعني. دكتور مصطفى حسن بيقول هيتفرج على الماتش في البيت في حلوان إن شاء الله. محمود محسن النجار بيقول هيتفرج على الماتش مع اخويا الزملكاوي، تاكيدا للنقطه اللي انت كنت بتتكلمي فيها. اهم حاجه الروح الرياضيه. ده كلام حقيقي يعني. هو ناس كتير جدا يعني، مثلا محمد مدكور بيت عمي مع الناس اللي بتفرج معاهم من اول البطوله، الناس العسل دي، محمد فايز ومحمد مدكور، ومحمد فايز ومحمد مدكور بيقول يا رب التسعة يا اهلي. هو انت هتتفرج فين بالمناسبه؟ والله برضو انا اصل انا كنت عشان عرفت المعلومه اللي تبدو ان هي خاطئه او لسه مش متاكدين من صحتها، فكره ان المقاهي ستغلق ولا لا. لا لا لا، انت قلتي لا ان الموضوع ده مش خبر زي ده، لان يعني النتيجه بقى دي هي اللي هتحدد المكان. يعني انت ممكن تتفرج بره؟ غالبا ان شاء الله. لا مفيش حاجه هتغلق حسب معلوماتي يعني. وانا بالنسبه لي بقى كابتن شطه بيسالنا برضو، والله انا كان نفسي اروح الاستاد يعني. انا كان نفسي حقيقه كابتن شطه اروح الاستاد، بس مش عارفه اذا كنت هقدر ولا لا. هنشوف، نحاول اخش بمصور ولا حاجه، كارنيه مصور اي حاجه، بس عايز احضر يعني. متعه خاصه الاستاد ده، في متعه. لو الماتش ده بالذات مش هيتعوض يعني. في توتر عالي، بس ايه يعني، خلي اعصابك جامده بس. ربنا يسهل. لو ما حصلش نصيب هتفرج بقى اكيد مع اهلي، احنا كلنا اهلاويه ابا عن جد يعني. طبعا طبعا. نورتنا كابتن شطه، ويا رب يا رب ان شاء الله التاسعة يا جماعة بإذن الله نفرح كلنا يوم الحد، ونيجي نبارك لبعض، ويعني وفعلا كده يعني الواحد من قلبه بيتمنى حقيقي الفوز بإذن الله للأهلي. مجهود كان رائع جدا من اللعيبة، والجمهور على أعصابه زي ما احنا بنشوف، بس احنا في ظهر الأهلي مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج. كابتن شطة احنا تساعدنا وتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهاردة، نورتنا وبنشكرك على وقتك، شكرا جزيلا، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق. نورتنا. اشكركم جدا والله، ودي حلقه بعتقد انها من الحلقات المتميزه ان شاء الله. اديني بس اللينك بتاع حالك يعني بعد لحظات من دلوقتي. بنشكرك شكرا جزيلا، واكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. ان شاء الله نلتقي على خير يوم الاحد الجاي في بدايه جديده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. سلام عليكم.